ما صحة صلاة الجمعة التي قامت بالخطبة فيها والإمامة امرأة وصلت بالناس من ورائها؟ لا تصح إمامة المرأة، هذا عندكم في متن الزاد أقرب شيء. ولا تؤمن امرأة رجلا، هذا في حديث لكن الحديث ضعيف. لكن المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صحابيات فضليات، هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع هل أمر امرأة أن تؤم الرجال وأن تخطب في الجمعة؟ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كله انتهى، ما خطبت المرأة في الجمعة، والخلفاء الراشدين وأدوار الإسلام كلها إلى الآن ما خطبت امرأة في الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن تكون خلف الرجال، وأم سليم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها قام أنس ويتيم خلف الرسول وأم سليم خلفهم، ما صفت معهم، ما صفت معهم، مع أن واحد منهم ولده ابنه. فالنساء خلف الرجال، فكيف تتقدم المرأة وتكون إمامة للرجال؟ هذا أمر باطل. نعم.